ورتل القرآن ترتيلا. Which is the root of the emptiness in the mouth and the throat. Likewise, the throat itself and the tongue, the two lips, and the khayshum, the nasal passage. These are the five general points of articulation, which was who mentioned it was Khalil ibn Ahmad. Then he went into the details. Remember, we said the details of these after the five points of articulation. What are the specific points of articulation again? We have the five general makharij al-amma, and then the specific ones. Do you remember how much they are together? How much? 17, yes. So then he spoke about the jawf. How many points of articulation, how many letters come from the jawf? We said remember the huruf al-maddiyah, so the alif, waw, and the ya. Then he spoke about the halq. How many letters come from the throat itself? Six. He spoke about the top of the throat, the middle of the throat, and the bottom of the throat. And now he said, the last thing we spoke about last week was the points of articulation of the tongue. And he said the tongue is split up into four types. The rear of the tongue, the middle of the tongue, the tip of the tongue, and the edges of the tongue. And how many letters? These are four are the general points of articulation. But if we go into the specifics, how many are there? He said 10. So the back, the rear of the tongue, how many letters did we say? Two. The qaf and the kaf. Then the middle of the tongue, I think we're going to take that today. So the middle of the tongue is what we're going to speak about today. اليوم إن شاء الله نأخذ وسط اللسان. فانتهينا من شرح قول شيخنا رحمه الله. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. سنبدأ الآن إن شاء الله من قول الشيخ والوسط فجيم الشين ياء. هذا ما سنأخذه فقط اليوم. وبهذا نكمل منطقة وسط اللسان. وقبل أن نشرع في بيان مخرج وسط اللسان نغلق ما أمامنا لنسمع أبيات مخارج الحروف إن شاء الله تعالى من قول الشيخ مخارج الحروف 17. نبدأ إن شاء الله مخارج الحروف 17. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدنى غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل الوسط فجيم الشين ياء والطاء من حافته ذو الياء قد راس من أيسر أو يمناها واللام أنها لمنتهاها والنون من تطاولها تجعل كلما دخلتم في الأبيات خفت الصوت، فإذا توغلتم خفت أكثر، فلا كاد أسمع إلا همزة. طيب، في البداية أنا يعني فقط ما هو المطلوب منكم؟ حفظ ما شرحنا، تمام يا إخوان؟ يعني لو حفظت المرة القادمة والوسط فجيم الشين ياء هذا هو المطلوب. لكن نحن نقرأ الباب كله لأن من كثرة التكرار إن شاء الله عز وجل يؤدي إلى الحفظ. لكن نحاول لا نتجاوز مخرجا شرحناه إلا وقد حفظنا، ويكون الحفظ أيسر لأنك درسته وعلمته وعرفته. تمام يا إخوان؟ So the Sheikh basically said we have to memorize everything that we spoke about. So every stanza or any part of the text that he's explained, he expects us to memorize this. طيب ننتقل الآن إلى المخرج الثالث في اللسان. الأول القاف أقصى، والثاني الكاف من الأقصى، الثالث
من الوسط. أنا أحتاج إلى كم؟ 10. يعني اللسان كله فيه كم؟ 10. اثنان من الأقصى قاف وكاف، والآن نتكلم عن وسط اللسان. نكتب وسط اللسان. لو فتحنا الأبيات نجد الشيخ أجمل منطقة وسط اللسان ومخارجها في جملة، فماذا قال رحمه الله تعالى؟ والوسط فجيم الشين هي. ماذا قال؟ والوسط، الكلام عن وسط اللسان، فجيم أي يخرج منه حرف الجيم، الشين يخرج منه حرف الشين، يا يخرج الياء ولكن الياء غير المادية. فنقول طبعا إذا قلت لك ما هي مخارج وسط اللسان أو حروف وسط اللسان، فقل لي يخرج من وسط اللسان الجيم والشين والياء غير المادية، لكن هذا وصف عام ليس فيه تفصيل. نحن نحب التفصيل، لأن التفصيل ستصف المخرج بعينه. فتستطيع أن تقول تخرج الباء من الشفتين، صحيح، لكن بإطباق الشفتين هذا هو الإيه؟ التفصيل. فصحيح تخرج الجيم والشين والياء غير المادية من منطقة وسط اللسان، لكن ثمة تفصيل نذكره إن شاء الله، هذا التفصيل نكتبه إن شاء الله. فنقول وسط اللسان نكتب وتخرج الجيم والشين والياء غير المادية من وسط اللسان مع ما يحاذيه أي يقابله من الحنك الأعلى. عاوز تكتب من وسط الحنك الأعلى، هو معروف لأن يقابل الوسط الوسط، يبقى هذا هو مخرج الجيم والشين والياء غير المادية. أين المخرج؟ وسط اللسان. أين وسط اللسان يا عباد الله؟ هذا الوسط، صح؟ منطقة الوسط معروف ومعلومة عندكم، والرسم لو عندكم بتاع اللسان يبين لك الوسط، هذا وسط اللسان. طيب ما يقابله من سقف الفم؟ منطقة الوسط ولا الطرف ولا الأقصى؟ الوسط كذلك، فالوسط يقابل الوسط، فسيتصادم. ماذا يحدث؟ يتصادم الوسط مع وسط الحنك الأعلى. الحنك الأعلى عرفنا اللي هو إيه؟ سقف الفم. يحدث تصادم، سأبين كيفية التصادم على حسب الجيم والشين والياء، بين الوسط والوسط، تصادم بين الطرفين ليتولد حرف الجيم والياء والشين، لكن التصادم هذا فيه بعض الأمور الدقيقة أبينها إن شاء الله. نعم. Okay, so the Sheikh spoke about the tongue, and he said there are three main letters that come from the tongue. So وسط اللسان is the middle of the tongue we're talking about. So today we're talking about the third مخرج of the tongue, or is it the third مخرج of the tongue? And from these come three letters: جيم, شين, ياء. So the جيم comes from the middle of the tongue, and the ياء comes from the middle of the tongue, but the ياء غير المادية. So this is the non-prolongation ياء, the non-prolongation ياء. And he's gonna explain this further, and also the شين. But this explanation here is a general explanation. So the Sheikh said he likes to go into details. So when we go into details, what do we mean by the points of articulation or the letters that come from this specific point of articulation, i.e. the middle of the tongue? So he mentioned the long, kind of definition. So it comes from the middle of the tongue, i.e. jim, sheen, and ya, which are the non-prolongation ya, with the opposite of the middle of the tongue. The opposite of the middle of the tongue is the roof of the mouth. So these three letters come from the middle of the tongue. And what is the opposite to the middle of the tongue is the roof of the mouth. The same points, sometimes they have a contact. So when you pronounce these letters, they contact each other. And he said, he's going to explain how the contact
and ya too. طيب انا قلت بالصاق او قلت من وسط اللسان مع ما يحاذيه او قلت بتصادم الوسط مع الوسط. هذا التصادم يختلف من الشين الى الجيم الى الياء. لذلك ياتي السؤال المهم الذي يصف لنا مخرج كل حرف من هذه الحروف، وهو ما هو السؤال؟ كيف يتم هذا التصادم بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى أو الحنك الأعلى؟ هل هو تصادم واحد متفق أم هناك تفاوت وكيفية معينة لهذا التصادم؟ الجواب نعم، هناك كيفية معينة بهذا التصادم تختلف من الجيم أو الشين أو الياء. باختصار الجيم نكتب فيها إلصاق تام، يبقى تصادم الجيم عبارة عن ماذا؟ إلصاق تام بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى أو الحنك الأعلى، أي تصادم تام. يعني إلصاق كامل، يعني إلصاق إيه؟ كامل. وسط اللسان تصطدم تماما بإيه؟ بالحنك الأعلى، بوسط الحنك الأعلى. لكن عندنا مشكلة، إذا حدث هذا التصادم التام لن أسمع الصوت، هاجي أقول الحج، أقول الحج، هذا التصادم سيؤدي إلى انفجار. هذا الانفجار هو الذي نعبر عنه بالقلقلة، بالإيه؟ بالقلقلة. يبقى تصادم انحباس كامل، وهذه الشدة للصوت والنفس، انحباس كامل، والصوت يريد أن يخرج، ماذا يحدث؟ يحدث هذا الانفجار الذي نسميه بالإيه؟ بالقلقلة. فنقول الحج، شوف أنا أريدك أن تلصق إلصاق كامل ثم تخرج هذا الاضطراب في الصوت والاهتزاز الذي يسمى بالإيه؟ بالقلقلة. سنتدرب عليه إن شاء الله. تفضل. So how does this contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth, the opposite of it, how does it occur? He said this contact differs with regards to the letter. So if it's a sheen, it's not necessarily going to be the same contact as the jeem, and likewise the ya, غير المادية. So how, what is the nature of this contact between the roof of the mouth and the middle of the tongue? What's the nature of this? He said it's different when it comes to, with regards to the letters. So when it comes to jim, he says this contact is a full contact. Ilsaq tam, so it's a full contact. And when we have this full contact, it necessarily means that you're not gonna hear no sound, because it's like you, the full contact means you withheld the sound. But you withheld it until it kind of, he says, infijar, when it explode, but we would say in English, meaning until it vibrates. Until it bounces, and this is what he calls qalqala. So, so this is when it bounces. So, you, like the Sheikh mentioned, al had, you hold it. It's a full contact, and then like that, and then it explodes. Or shall I say, bounces or vibrates. And this is what he means by al qalqala. هذه الأوراق التي أمامكم تصف الجيم. الجيم صحيحة. انظروا إلى الجيم. ماذا نجد؟ نجد إلصاق كامل، أليس كذلك؟ وسط اللسان التصقت إلصاقا كاملا بوسط الحنك الأعلى، وهذا هو مخرج الجيم. أريد أن ننتبه يا جماعة، لأن الآن سأذكر الأخطاء التي يقع فيها الناس في الجيم والشين والياء، والأخطاء مبنية على معرفة الفرق بينهم في المخرج. نعم، إذا لو لاحظنا هذا نجد هذا الإحكام والإلصاق بين وسط اللسان والحنك الأعلى. So basically, just to reinforce what I just said, so if we look at the diagram here, we can clearly see that the middle of the tongue has full contact with the roof of the mouth. Yeah, it has full contact with the roof of the mouth, and we're going to find that, and we're going to see this is different with regards to the other letters, the ya and the sheen. عرفنا طبيعة الإلصاق وطبيعة التصادم، وهو إلصاق كامل في أي حرف؟ في الجيم. خلاص، يعني لو اريد ان اكيف الجيم بمخرج ساقول تخرج من وسط اللسان مع
تصادم كامل أو مع إحكام الإلصاق للحنك الأعلى لو أردت ذلك. طيب نأتي إلى حرف الياء. الياء تصادم أقل من الجيم يسمح بمرور الصوت. مرة أخرى، تصادم الياء كيف؟ أقل من تصادم الجيم يسمح بمرور الصوت. لو أنك نطقت الياء بدون هذا السماح بمرور الصوت، يعني ألصقته كالجيم، ستقول إياك، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، سأنبه عليه. يريد يبالغ في التشديد فيقول إياك، لا أنا أقول إي، شايف إي، ها سمحت بمرور إيه؟ شيئا من الصوت، يبقى لا تلصق إلصاقا كاملا عند نطق الياء. So the next letter is the ya, and he said the ya, the contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth, is less than the letter before it, which was the jim. So this contact allows, shall I say, sound to come out of the mouth. So an example he gave, which is a common mistake that people would make, is they would give the same attribute of the jim to the sheen. So just like the jim is a full contact. To the ya, so jim to the ya. So just like the full contact of the jim with the tongue of the tongue, the middle of the tongue with the roof of the mouth, withholds the sound. Likewise, they will give that same attribute to the ya. So they would say, the chef mentioned yak, and they won't allow the sound to go. But really, this is not how it's supposed to be. You're supposed to allow the sound to come out, just a little passageway. Shall I say yaka? So you allow the sound to come out. So it's not full contact, but rather it's less than the jim itself. تعالوا نجرب هذا بينا. أنا أريدك تشعر الآن بالفرق في المخرج. الآن ستأتي سؤال، ما الفرق بين مخرج الجيم والياء؟ مخرج واحد، لكن الفرق دقيق. الفرق هذا إلصاق كامل، هذا ها أقل منه. فنجربها الآن. لو أنك قلت أج أي، هل تشعر بهذا الفرق؟ جربوها يا جماعة. أج أي، أج أي، الحج، إياك، تحاجون، بينة، بينة، إخراج، 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 تقية، تقية. واضحة أن الجيم إلصاق كامل، أما الياء أقل منه يسمح بمرور الصوت. طبعا لا تكتمل الدراسة إلا بدراسة الصفات يا جماعة، لأن مرور الصوت هذا الذي يسمى بالرخاوة، يعني لا أريد أن أدخل في باب الصفات لأنه سيأتي في باب مستقل بذاته إن شاء الله. نعم. So again, the difference between the two, between the jim and the ya, is very minute, very small difference. What is the difference? Is that the ya, the jim has a full contact, and the ya is less than a full contact. So it allows the sound to come out between the tongue and the roof of the tongue. And he said, and he gave examples. You read examples with regards to the jim and examples of the ya. Then he said this, which is an important point. He says all of this, our studying of this points of articulation, it's not complete, it's incomplete until we study the attributes of the letters, sifat al-huruf. And he says this is something we're going to do later on. So again, this is incomplete. This is just one side of the puzzle. We still need to study sifat al-huruf, which, you know, صحيح. They go hand in hand. طيب بقي حرف يا جماعة الشين. ما نوع التصادم؟ نقول تصادم أقل من الياء فيحدث انفراج يسمح بانتشار الصوت في الفم. فيحدث انفراج يسمح بانتشار الصوت في الفم.
أقول من ذاكرتي فلا أفهم فلا أعرف ما قلته. سأقولها بأسلوب آخر لو 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 أكملت لك. خذها من الذي بجوارك. يبقى مرة أخرى الشين أقول بإيه؟ بتصادم أقل من الشين، عفوا من الياء، أقل من الياء الشين، تصادم أقل من الياء نسميه بإنفراج، ها؟ إنفراج يسمح بانتشار الصوت في الفم، نكتب وهذا الذي يسمى بالتفشي، وهذا الذي يسمى بالإيه؟ بالتفشي. أكثر الحروف إلصاقا في وسط اللسان الجيم، أقل الياء، أقل أكثر الحروف انفراجا وانفتاحا الشين، تليها الياء ثم الجيم، مفهوم؟ الشين هذا يتصل بصفة سنأخذها في الصفات، اسمها صفة التفشي، وهو انتشار الصوت، لازم الصوت يخرج من بين اللسان، ها؟ والحنك الأعلى، فتقول أش، ماذا تقول؟ ش. لو أحكمت الإلصاق كالجيم أو قللته كالياء لن تصب صفة التفشي، هتقول أعلم بالشاكرين، ها؟ بالشاكرين. لماذا يحدث هذا الخطأ؟ لأنك ما حدث هذا الإيه؟ الانفراج، ما سمحت بانتشار الهواء، لكن ش هذا الذي يسمى بالتفشي، وصفة الرخاوة سنأخذها، هذا لأجل ماذا؟ لأجل هذه الانفراج. يبقى الفرق هذا ولا أقول هذا بعد أن تترجم إن شاء الله. So the next letter is the sheen, and he said the nature of the contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth is that we said the jim is a full contact, the ya is a less of a contact, and the sheen is even less than the ya. So because it's less contact, so there's a kind of a gap there, it allows the sound to spread throughout the mouth. And this is an attribute that you find in the sifat al-huruf, which is called a tafashi. So all the sound of the mouth, of the sheen, it spreads throughout the mouth. So again, this lack of contact, or this gap here, allows the sound to go through the mouth. Then he spoke, he gave an example, just to reconfirm. When it comes to the full contact, which letter has the fullest of contact? We said was the jim. And which letter has less full contact? The least full contact is the sheen, like the brother said, is the sheen. So which letter has what did he say? Al intishar, akthar intishar. So the most spreading. So the widest gap and the most spreading of the letter is sheen. And which has the less of spreading? Jim. Because remember, it withholds the letter. Whereas sheen allows the sound to, shall I say, go forth. طيب تعالوا نجرب هذا الأمر في الحروف الثلاثة. في الأكثر إلصاقا الجيم، تليها انفراجا الياء، ثم الشين. فلو قلنا أج أي أش أج ج أي أش الحج الحج بينة العرش العرش. واضح الفرق بين الثلاثة في المخرج. يبقى أريد أحدا يجيب على هذا السؤال. لو سئلته تخرج الجيم والياء والشين من مخرج واحد، هل هناك فرق دقيق بينهما أو بينهم الثلاثة في المخرج؟ أجيب على هذا السؤال. ممكن تعيد السؤال؟ طيب السؤال هو تخرج الجيم والشين والياء غير المادية من مخرج واحد وهو وسط اللسان. فهل نعم فهل هناك فرق؟ This is a question the Sheikh is asking, that the three letters that we just spoke about, they have the same point of articulation. He's going to ask a question and he wants one of you guys to answer. فهل هناك فرق بين الثلاثة دقيق في هذا المخرج؟
So is there a difference, a minute difference between these three? We said it comes from the same point, which is the middle of the tongue and the roof of the mouth. Is there a minute difference between the three itself, the three letters, the jim, sheen, and ya? من يجيب على هذا السؤال؟ Who can answer? طيب جميل جميل تجيب أنت يا شيخ؟ لا تفضل نعم فيها فرق هناك فرق ما الفرق بينهم؟ وضع اللسان نعم مش وضع اللسان أو إن شئت فقل طبيعة الاصطدام اصطدام اللسان طيب إيه ما هو الفرق في اصطدام اللسان بين الجيم والشين والياء غير المادية؟ في الجيم تكون يكون وسط اللسان كل وسط اللسان يلتصق بقبضة يبقى مخرج الجيم إلصاق أو إلصاق تام بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى جميل ثم وفي الياء يكون طرفي اللسان وسط طرف وسط اللسان وسط اللسان لكن طرفين جميل يعني الياء يكون التصادم أقل ها من الجيم يسمح بمرور الصوت ها طيب ثم وسط اللسان أيضا أكثر انفراجا بحيث يسمح بانتشار الصوت هذا الذي نسميه في الصفات بعد ذلك بصفة الايه التفشي So yes, so the answer was there was a difference, and the difference is very minute. The difference is, which was the correct answer, is when it comes to the jim, we would say that there is a full contact. So they both come from the same point of articulation, i.e. the middle of the tongue and the roof of the mouth. However, when it comes to a jim, there is a full contact. When it comes to a ya, there is a less of a contact, and when it comes to sheen, it's even more less of a contact. And this is when we said it's tafashi, meaning it allows the sound to spread throughout the mouth. طيب أي منطقة من اللسان يا عباد الله هي مخرج الجيم والشين والياء غير المادية منطقة الوسط فإذا انتقلت هذه المنطقة لمنطقة أخرى خرج حرف آخر وهذه الأخطاء التي سأذكرها الآن فبعض الناس يجعل أقصى اللسان يشترك في الجيم فممكن نكتب هذا الكلام قله وسنكتبه طب اكتبه أن وسط اللسان فقط هي التي تشترك فنقول ينطق أهل القاهرة الجيم من أقصى اللسان فتخرج جا جبتوا الأكل جا هذه تسمى جيم إيه قاهرية لكن نحن لا نقرأ بها القرآن طبعا لو قرئ بها القرآن هذه مصيبة العوام ممكن يقرأوا القرآن بهذه الجيم هذه الجا ها جعل لكم ها دي ما فيش حاجة اسمها جعل في القرآن خالص لو تقول جعل إيه سبب الخطأ ده لو واحد جه مصري ها عاوز يتعلم قرآن فجيب يقول لك جعل لكم الأرض ها كيف تقوم خطأه تقول له أنت أدخلت إيه أقصى اللسان جا ها قريبة من الكاف صح هي مفروض إيه وسط اللسان يبقى جا وليس جا أنا ماذا كتبتم؟ أنا ما أعرف إلى أين كتبتم. يعني ينطق أهل القاهرة نعم. جيم من أقصى اللسان. من أقصى اللسان فتخرج ما يسمى بالجيم القاهرية وهذا خطأ إذا قرئ القرآن به. تحاجون لا تحاجوا جودي لأنه أدخل إلى إيه؟ إلى الأقصى. نعم. وكذلك من نطق الجيم كالدال فقد نطقها من طرف اللسان وهذا يقع فيه عوام القراء يقول لك تحاجون تحاجون ها تحاجون تخرج هكذا لماذا طرف اللسان أشرك طرف اللسان في الجيم وليس لطرف اللسان علاقة بالإيه
بالجيم. وكذلك اللي هينطق كاف ها تحاجون أشرك أقصى اللسان يعني الذي أريد أن ألخص فيه إذا خرج القارئ أخرج القارئ هذا المخرج من غير وسط اللسان اختلط بحرف آخر إما الجيم القاهرية إما الدال إما الكاف كل هذه الأشياء وهذه من الأخطاء في المخرج. Okay, so some mistakes with regards to jim. The first thing that we must bear in mind is that the jim comes from the middle of the tongue and the roof of the mouth. So the middle of the tongue. Once we pronounce the jim from other than the middle of the tongue, then it's going to mix up with other letters. So the Sheikh mentioned examples, and he said there is a jim which is known as the Cairo jim. So this is the way Egyptians pronounce their jim. So they pronounce it as a g. Yeah. So the reason why they pronounce it like this is because they used the end, the rear of the tongue, rather than the middle of the tongue. So he says yuhaguna g g at the back. This is incorrect because remember where's the jim come from? Wasatun. The middle of the tongue. Likewise, there are people that pronounce the jim, and they use the tip of the tongue, and then it sounds like a little bit like a del. Yeah. D. So it comes from the tip of the tongue. So the main point here that the Sheikh is mentioning is once we use other than the middle of the tongue, we are, by consequences, we're going to mix it up with other letters like dal and other letters. So remember the main point here is that the jim, it always comes from the middle of the tongue. The jim always comes from the middle of the tongue. طيب هذا الرسم الذي أمامكم فيه خطأ نصححه. أما الجيم في الصفحة الأولى فهي صحيحة الإلصاق موجود الشين والياء تقلب أحسنت ففي الرسمة مبين كأن الشين ها أكثر إلصاقا نوعا ما من الشين من الياء وهذا خطأ فالصفحة الثانية مكتوب الشين لا هي الياء So brothers, you need to correct the diagram here. Basically, the sheen and the ya needs to be, shall I say, swapped. Because if you look, it says sheen, and the contact between the tongue and the mouth is closer than the ya. But remember, it's supposed to be the opposite. The ya has a closer contact to the roof of the mouth. So just cross out the sheen and cross out the ya. And instead of the sheen, write ya. And instead of the ya, write sheen. So just swap the wording. لأن الانفراج في الشين أكثر من الياء. Because remember the gap between the tongue and the roof of the mouth is much wider than the ياء itself. طيب لا نزال في الجيم ها نقول أخطاء الجيم من الخطأ وهذا بقى يا جماعة ننتبه بالله عليكم لأن هذا الخطأ منتشر عند القراء ويقرأ به ويظن أنه صحيح وهذا حذر منه ابن الجزري وحذر منه الحصري في كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم وحذر منه كثير جدا من العلماء ما هو هذا الخطأ؟ نكتب من الخطأ خروج الجيم ممزوجة يعني مخلوطة بالشين نعم مخلوطة بالشين وهذا سببه عدم إحكام إلصاق وسط اللسان بالحنك الأعلى فيؤدي هذا الخطأ لانتشار الصوت بين وسط اللسان والحنك الأعلى فيشبه ذلك صفة التفشي في الشين في الشين
الفرق بين الجيم والشين ما هو يا عباد الله؟ الجيم إلصاق وسط اللسان كامل، الشين انفراج، هذا الانفراج يؤدي خروج الصوت وينتشر. يجي القارئ عند الجيم لا يحكم الإلصاق فيخرج ما يسمى بال، هذه التفشي، ها، فتخرج ممزوجة بالإيه؟ بالشين، فيقول لك الحج، شايفين؟ تحاج، شوف، لا هذه ما أريد أسمعها، أريد الحج، ج ج، تحاج جو مش جو، ها. وبعضهم يظن أن الصحيح أنه كده عشان يخرج الجيم من مخرجها الحج، يقول لك ده أنا عطشت الجيم، لا أنت خربت الجيم، لم تعطشها، هي الحج بهذه الكيفية. ابن الجزري حذر منه فقال في النشر: فربما خرجت الجيم من غير مخرجها ممزوجة أو فينتشر اللسان بها فتصير شينا، فينتشر اللسان بها فتصير إيه؟ شينا. يبقى نضبط هذا الأمر، مهم جدا. So from the common mistakes with regards to the jim is that some people, and this is a very common mistake, that they mix the jim with something of a sheen. So there's some type of mixture between the jim and the sheen. And the reason for this is that they did not fully implement the nature of the contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth. So when we said, when it comes to the jim, the contact is a full contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth. And when it comes to the sheen, it's a less of a contact, so there's a wide gap between the two. So what these people, they do, they would pronounce the jim with a wide gap until it becomes something of a sheen and it has the attribute of tafashi, spreading the sound. These mistakes, the Sheikh mentioned that Ibn al-Jazari mentioned these mistakes, he warned that we should not fall into this mistake, and likewise al-Husari and many of the scholars of Tajweed, Sakhawi, so many of the scholars of Tajweed, they warned against this. So this is a common mistake to give to mix the jim with the sheen. And why? What's the reason for this? Is because they do not give the full contact. So remember, the main point here is that when it comes to the jim, it should be a full contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth. يبقى سببه عدم إلصاق الجيم، فأتت الجيم ضعيفة، لأن أقوى الشين أقوى للجيم. عندما ندرس المخارج سنعرف أن الجيم تتصف بالإيه؟ بالجهري والشدة، أما الشين بالهمس والرخاء، وسنعلم هذا. فالجيم أقوى، فعندما لا تحكم الإلصاق يؤدي إلى ضعفها فتشتبه بالشين. الشيخ السخاوي قال: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الرجز، مثل الجيم في المرجان والعجل، واجتنبوا وأخرج شطأه والرجز مثل الرجز في التبيان. يعني أتى أمثلة هل الجيم أنها إذا جاءت ضعيفة ستشبه الشين في نحو ذلك. So just a quick point. Basically, if you do not stick or do not make the full contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth, as a result, the jim is going to be very weak. And we know this contradicts the attributes of the jim, because when you study sifat al-huruf, you're going to find the attributes of the letters. We'll find that the jim is a strengthening letter, and it's explicitly strengthening, meaning it's a shidda and a jahra. This is the jim. So remember, when you don't do the contact, you make it weak. So it no longer becomes shidda. It becomes less than that. سأنطق نطقا خاطئا ثم أنطق نطقا صحيحا. So he's going to pronounce an incorrect pronunciation of the jim and a correct one. And he wants you to listen. رجز، رجز، إخراج، إخراج، ليجزي، ليجزي، الأجداث، الأجداث. الأولى خاطئة. So the first one is incorrect. Each of the first ones are incorrect and each of the second ones are correct. وجدكم، وجدكم، شجرة، شجرة، الحج،
الحج حاجة حاجة تحاجوني تحاجوني حاججتم حاججتم. لاحظتم الفرق؟ طيب نقول هذه الأمثلة معا. رجس رجس الصحيح ها نقول الصحيح إن شاء الله. إخراج إخراج رجس رجس ليجزي ليجزي الأجداث الأجداث وجدكم وجدكم شجرة شجرة الحج الحج حاجة حاجة حاججتم حاججتم. واضح يا جماعة؟ اضبطوا هذا على مشايخكم، لا نخلط الجيم بالشين فتخرج من غير مخرج. نعم. So basically we do not mix the jim with the sheen and we do not mix up the attribute of the tongue. So this is something that we need to get it firm with your sheikhs when you recite to them. أكملنا ما يخص الجيم. خلاص؟ ندخل على إيه؟ الشين. والوسط فجيم. أكملنا الجيم يا ابن الجزري رحمك الله. ندخل فجيم الإيه؟ الشين. حرف الشين. ما مخرجه؟ معروف. أنتم تقولون لي ما يخرج الشين؟ وسط اللسان مع الحنك الأعلى. عاوز بقى تفصل وتفصيل التفصيل ها؟ تقول عند نطق الشين فجيم الشين. يلا احنا المفروض الياء مش مشكلة، الشين قبل الياء ما في مشكلة. نقول بإيه؟ بعدم كمال الإلصاق أو تصادم خفيف أو انفراج يسمح بمرور الصوت. هذا اسمه تفشي. ما سببه؟ ما ألصقت بين وسط اللسان والحنك الأعلى. لو ألصقت سأقول العرش، لكن العرش ها تركت انفراجة. هذه الانفراجة سمحت بمرور الهواء. هذا هو كيفية مخرج الشين. نعم. So basically the point of articulation for the next letter we're going to talk about is the sheen. So we're going to talk about yeah lastly. So sheen, what is its point of articulation? So the middle of the tongue, yeah, with the roof of the mouth. This is the general explanation. But if you want to go into details, what do we say? We say the middle of the tongue with the roof of the mouth, with the gap, until it allows for the sound to go through it, tafashi, to spread throughout the mouth. And he gave examples, arsh. So instead, if you don't give the, if you leave the gap, arsh, you withhold the tafashi. But if you allow for the gap, then arsh, it comes throughout the mouth. So basically, that's that in a nutshell, is the middle of the tongue with the roof of the mouth, and with, if you go into details, you're going to allow for the gap until it allows for the sound to spread throughout the mouth. الأخطاء. أولا تقليل الانفراج يؤدي إلى تقليل الهواء المتدفق أو تقليل الصوت، مش مشكلة، هو صوت وهواء. تقليل الانفراج ها يؤدي إلى تقليل الصوت المتدفق فتنقص صفة التفشي. تنقص صفة التفشي، هو عمل يضيق المجرى. ها ضيقت المجرى يؤدي لتقليل الصوت، تقليل الصوت يؤدي إلى إيه؟ إخلال بصفة والله أنا أشعر بالإعاقة في الشرح لأننا ندرس الصفات وسأظل معاقا حتى
ندخل في باب صفات الحروف لنعلم يعني سبحان الله الصفات هذه تكيف لك الحرف وتمحصه. حتى قال أهل العلم أن صفات الحروف كالناقد والمحك. عارفين الناقد والمحك؟ حجران. الناقد حجر يؤخذ به الدراهم ليعرف صحيحها من زائفها، فتحك الدرهم يفضل يحك هكذا ليعلم صاحبه هذا زائف أم صحيح. والناقد للمال، المحك للذهب يحك به الذهب، حجر معروف عند العرب يحك به الذهب ليعرف هل هو صحيح ولا، ويعرف كل ما في هذا الكتلة الحديدية هل هو ذهب نحاس، هذا اسمه الايه؟ الناقد والمحك. فقالوا صفات الحروف للحرف كالناقد والمحك، يعني لا تترك شيئا للحرف إلا بينته تكييف في الفم. فإذا اكتملت دراسة المخارج عندك مع الصفات أجدت نطق كل حرف على حدة نطقا صحيحا. ليس كل حجر بناقد. لا ليس كل، يعني حجر معين معروف اسمه ناقد ومحك. وقلنا الناقد من هو؟ الناقد يحك به المال الدراهم ها ليعرف صحيحها، والمحك يحك به الذهب ليعرف أهو صحيح أم لا. هذه صفات الحروف. فاحنا عاوزين نصل للإيه؟ للناقد والمحك. نمسك الشين كده ها نحكها بهذا الحجر. فبعد أن بينا الفرق في المخرج، لذلك الدراسة تكتمل يا إخوان عندما أسألكم سؤال ما الفرق بين الجيم والشين في المخرج والصفة. أما المخرج تقول لي أن انفراجة الشين أكثر من انفراجة إيه الجيم. أما بقى الصفات تقول لي بقى تتميز الجيم عن الشين بأنها رخوة، أما الجين فهي مجهورة، الشين مهموسة، الجيم شديدة، الشين متفشية، وتعلم ما معنى الجهر والهمس والتفشي لتكيف الهواء والصوت داخل الفم. فسنظل دراستنا ناقصة قاصرة حتى نكمل باب الصفات إن شاء الله. ليس الماجستير أسهل إن شاء الله. So the common mistakes with regards to the sheen is that some people tend to lessen the gap. So remember there's supposed to be a gap between the tongue and the roof of the mouth, but they make it less. So it's more of a contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth. And when this happens, as a result, the tafashi becomes very weak. The spreading of the sound in your mouth becomes very weak. Because remember we said it should be a wide gap to allow the sound to travel through the mouth. So this is a common mistake. And as a result, it becomes the tafashi becomes weak. Now the Sheikh said he feels very incomplete by explaining these points of articulation. Why? Because we still need to know the attributes of the letters, the sifat al-huruf, and they come hand in hand. He gave an example between a jeweler, or the person who rubs, shall I say, rubs money, and the one who rubs gold. And the difference between the two is the same difference between the makharij al-huruf and the sifat al-huruf, meaning they come hand in hand. To understand fully, to fully comprehend makharij al-huruf, you must have a pre-understanding of the sifat al-huruf, and likewise vice versa. To have a full comprehension of sifat al-huruf, you must have some pre-knowledge of makharij al-huruf. So again, we feel incomplete with this sharh, but inshallah we will feel complete when we cover also the sifat al-huruf. نعم. طيب نجرب ما يفعلونه خطأ من تقليل الانفراج وتقليل الهواء. فمثلا قد ينطق القارئ غواش، تمام، هو أعلم بالشاكرين بالشاكرين. اشتراه. ما السبب في هذا؟ أحيانا تسمع الشين مش منضبط، السبب تقول لمن يقرأ افتح ها اجعل هناك، لا تحكم الإلصاق، لا تقلل الصوت المتدفق، لا تقلل هذا الانفراج كثيرا، طبعا لا تكثره كثيرا لكن الخطأ في تقليله، فيكون العرش غواش الشاكرين اشترى ونحو ذلك. So he would implement these mistakes. So if we do not have the full full gap between the tongue and the mouth, what's going to happen? It's going to have that, remember the attribute of the jim. So he gave example, al-arsh. So you withhold the tafashi.
of the sheen. But when you allow for the gap, al-arsh, you can end the sh. Likewise, ghawash, you hold it in. This is with the, when there is no gap, or you, shall I say, you lessen the gap. When you leave the gap, which is the correct way, is ghawash. You can hear the thinking. Likewise, he said, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالشَّاكِ. People withhold the sheen or the tafashi. Whereas when you leave it open, الشَّاكِرِ, so you allow it to come out of the mouth. So this is a common mistake of the lessening of the gap. It's something very minute, very, very small. طيب أكملنا الشين الحمد لله. والوسط فجيم الشين. بقي إيه؟ الياء. من يقول لي أين تخرج الياء؟ ما مخرجها؟ وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وسط الفك الأعلى. وسط الحنك أفضل. وسط الحنك الأعلى مع قريب من الانفراج. أحسنت، لكن هذا الانفراج ليس مثل الشين، صح؟ أقل. جميل. إذن الياء تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بتصادم أكثر من الياء. لا أنا أكثر من الشين، عفوا أكثر من الشين. ماشي خلاص، ما كتبته يبقى جزاك الله خير. يعني إن أكثر الحروف انفراجا الشين، ها؟ الش تليها الياء ثم الجيم. يبقى هذا الانفراج يسمح بمرور الصوت أم لا يسمح؟ يسمح بمرور الايه؟ الصوت. ش هو الأدق، لما وصفت الشين الأدق أن أقول يسمح بمرور الهواء ش ش في الشين، لكن هنا بمرور الصوت. يعني سأبين هذا في المخارج إن شاء الله. نعم. ش بهذه الكيف أي نجربها. إياك إياك البينات 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 البينات. ما المقصود بالياء غير المادية؟ ها؟ احنا اخذنا مخرج الياء صح؟ من الجوف صح؟ وهي الياء المادية. الياء المادية هي الياء الساكنة وقبلها مكسور. نستعين الرحيم خالدي. هذه تخرج من أين؟ من الجوف. لكن نحن نتكلم عن وسط اللسان، فنصف الياء غير المادية. ما هي المقصود بالياء غير المادية؟ نعرفه الآن إن شاء الله. So the ya is the last letter that we're going to talk about today with regards to the middle of the tongue, the letters that come from the middle of the tongue. And we said the ya comes from the middle of the tongue with the opposite of it, the roof of the mouth. However, when we go into details, we find that this contact is less of a contact than the jeem. So if we put two scales, brothers and sisters, we have two scales. We have the infiraj, which is the gap, and we have the insaq, which is the contact. So which has the widest gap out of the three letters? The sheen, then ya, and then jim, which has the full contact. And we go to the insaq, which has the full contact? Jim. And which is less of a contact? Ya. And even less of a contact, sheen, which is a wide gap. So this is just a scale to help. So now the ya is always in the middle. It's not a full contact, nor is it a wide, but it's a wide gap, but rather it's in between the two. So again, this allows for some sound to go through the mouth. And the last point was, what was the meaning of the non-prolongation ya? What does he mean by this? Al-ya ghayr al-maddiya. واحد. أجيب إن شاء الله. طيب أجيب لأني ما قلتها، ثم نسمع إليه إن شاء الله. المقصود بها واحد. ما المقصود بالياء غير المادية؟ الساكنة المفتوح ما قبلها، وهي التي تسمى اللينة، مثل عليهم عليهم على كل شيء قدير.
لإيلاف قريش قريش عليهم شيء. كل هذه ياءات ساكنة وقبلها مفتوح، لو كان قبلها مكسور لكانت مدية. يبقى هذه الياء من أين تخرج؟ من وسط اللسان. الرحيم شيء، سؤال، من أين تخرج هذه الياء في الرحيم والياء في شيء؟ الإجابة الرحيم ياء مادية تخرج من الجوف، قبلها مكسور. نستعين رحيم، عليهم شيء ياء ساكنة لكن قبلها مفتوح، هذه مادية لينة، ما عفوا ياء لينة تخرج من أين؟ من وسط اللسان. وأنت تشعر بهذا لما قلت الرحيم، لكن لما قلت عليهم شعرت بضيق المخرج، شعرت بأن منطقة وسط اللسان هي التي تتكلم. عليهم شيء، صح ولا لا؟ عليهم اقتصر المخرج على وسط اللسان. يبقى هذا أولا مقصود بالياء غير المادية. نعم، هذا أول نقطة. So the first answer to that, and I just give it in a nutshell. So what is meant by the non-prolongation ya? Because remember the prolongation ya, brothers. The prolongation ya was the one that comes from the emptiness of the mouth and the throat, the jawf. With the ya that we're talking about here, the non-prolongation ya comes from the middle of the tongue and the mouth. What do we mean by this? He said the first point or the first answer to this is that it's as a letter, the ya that is sakin, it has a sukun, and before it there's a fatha. So he gave examples like shay, alayhim, quraysh. All of this, quraysh, the ya has a sukun and before it is a fatha. Shay, the ya has a sukun and before it is a fatha. Alayhim, the ya has a sukun and before it is a fatha. This is not like the prolongation, yeah? Because that comes from the middle, the emptiness of the mouth and the throat. This one here comes from the middle of the tongue. So shay, quraish. So this is the first one, and the difference between this and the prolongation one is the prolongation here is rahim, qadir. The mouth is open and it's coming straight through the emptiness. Whereas this one, the sheikh said, the passageway becomes a little bit more restricted. Shay. Rahim, that's more open. Rahim is more open. Shay is more restricted. ثانيا المقصود بالياء غير المادية المشددة. سواء كانت مشددة بالفتح أو الضم أو الكسر. البينة مشددة بالكسر. أيها مشددة بالضم. وكان تقيا مشددة بالفتح. يبقى الياء المشددة هي ما ياء غير مادية. نعم. So the Sheikh gave the second answer to this, or difference, is the مشددة. The ياء that has a shadder on it. So you emphasize on it more. And he gave example. And this emphasis, this تشديد, could be either ضمة. فتحة حتى كسرة قلنا حتى كسرة حتى كسرة. So three. مشددة تقية. So فتحة. تقية فتحة. Which is the فتح. أيها. And البينة كسر. كسر. So all of these. أيها ضم. أيها ضمة. It's got ضمة. So as long as it's got a شدة, this is another type of year that we intend, which is the year that is non-prolongation year. It is the year that has a شدة. So the first one, a year that is second and before it is a fatha. The second one is a ya that has a shadda, al mushaddada. الثالثة الصورة الثالثة المتحركة بدون تشديد بأي حركة كانت. يعلم ياء مفتوحة. يؤمن ياء مضمومة. معايش ياء مكسورة. يبقى المتحركة هذا رقم ثلاثة. So the next type of ya is the ya that has a vowel. This vowel could be ضمة,
فتحة أو كسرة. But this ya that has a vowel is a non, shall I say, emphasis vowel. It's not non shadda. There's no shadda on it. Example we gave ya'lam. Ya has a fatha. Yu'min. The ya here has a dhamma. And the other one ma'ayish. The ya here has a kasra. But in all these cases, there is no shadda, no emphasis. So again, just to recap it, the first one is a ya with a sukun, and before it is a fatha, which is known as ya layin, and he gave examples with shay. The second one is ya mushaddada, bayina, that has a shadda on it, and the third one is ya mutaharrika, which has a either dhamma, a fatha, or a kasra. An example of this was ya'lam. هذه جميع صور الياء ما في ياء أخرى ها لو واحد قال لي نسيت شيء يا شيخ ياء ساكنة قبلها مكسور مادية ساكنة قبلها مفتوح ماذا لينة طب ساكنة قبلها مضموم ما في اللغة ولا في القرآن ياء ساكنة ها ومضموم ما قبلها لذلك هذه جميع صور الياء في القرآن فلو كانت ساكنة مكسور ما قبلها فهي مادية تخرج من الجوف ولو كانت ساكنة مفتوح ما قبلها فهي لينة تخرج من وسط اللسان ولو كانت مشددة بأي حركة كانت فهي ياء تخرج من وسط اللسان ولو كانت متحركة بأي حركة كانت فهي ياء تخرج من وسط اللسان فلا نخلط بين الياءين رحمكم الله. So these are all the examples of ياء that are mentioned in the Quran. There is no other examples, no other than these ones that we just spoke about. So example he gave, someone might say a ياء that is ساكن and before is a ضمة. He says this does not exist. There's no such thing as a ياء ساكن and before is a ضمة. It's always going to have a فتحة, which is the لينة. And if it has a كسرة, then this ياء is going to become مدية. So and if it's a ya that is maddiya, so ya and before it is a kasra, or it's just this, where does this come from? It comes from the ya al-maddiya, where does it come from? Jawf, the emptiness of the throat and the mouth. If it's ya sakin, it has a sukun, and before it is a fatha, where does it come from? The middle of the tongue. If it's a ya that is mushaddada, where does it come from? The middle of the tongue. And if it's ya mutaharrika, which has a fatha, dhamma, or kasra, where does it come from? The middle of the tongue. And these are all the examples he gave, which is mentioned in the Quran of the ya. أخطاء مخرج ياء أكملت؟ نعم. أخطاء الياء. الخطأ الأول. نطق الياء المادية. نطق الياء المادية بتصادم وسط اللسان نطق الياء المادية بتصادم وسط اللسان فينحصر الصوت هل الياء المادية تخرج من وسط اللسان؟ كلا الرحيم في ناس بقى بتخرجها من وسط اللسان فتلصق وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى فتقول نستعين الرحيم مش الرحيم فيحدث حصر في الصوت فتشبه الياء المادية الياء غير المادية أو الياء اللينة وهذا خطأ فأحيانا القارئ يتكلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا تكلف إيه الخطأ؟ كيف تصحح له الخطأ؟ تقول له لا تخرجها بتصادم إيه؟ وسط اللسان إنما الياء المادية تخرج بالانفراج الكامل تعتمد على الشفتين في الأول نستعين ونحو ذلك نعم. So the mistakes with regards to the ya. The first mistake is to pronounce the ya madiya. So when you're pronouncing the prolongation ya, you pronounce it with a contact between the tongue and the roof of the mouth. And remember, this attribute belongs only to the non-prolongation ya. So as a result, what happens?
you kind of restrict the sound from coming out of your mouth. And an example of this he gave is Al-Rahim, you withhold the sounds. Alameen, you withhold the sound, so you restrict the passageway. He said this is incorrect because the ya madiyah, the prolongation ya, does not come from the middle of the tongue, but rather comes from the openness of the throat and the mouth. Ar-Rahim, Alameen. You allow the sound to come throughout the passageway. How do we correct this mistake? How do we correct this mistake? Is we say to them to open the mouth and allow for the sound to come through, or do not pronounce the ya, the prolongation ya, from the middle of the tongue, but rather allow it just to come from the emptiness of the throat and the mouth. الخطأ الثاني نطق الياء المشددة. نطق الياء المشددة مادية ولا غير مادية؟ غير مادية. الحمد لله. نطق الياء المشددة بإحكام إلصاق وسط اللسان كالجيم. بإحكام إلصاق وسط اللسان كالجيم. بإحكام إلصاق وسط اللسان كالجيم فتخرج شديدة لا يجري الصوت معها. الخطأ ده يا جماعة يعني نقدر بين قوسين نقول المبالغة في التشديد. سأنبه على أنه لابد مراعاة الياء المشددة، لكن بعض القراء يظننا عندما نراعي الياء المشددة نفعل هذا الفعل. احنا اتفقنا أن الإلصاق الكامل يكون فين؟ في الجيم. لا، هو بقى يأتي في الياء فيلصق إلصاق كامل فيجعل الصوت محصور، رغم أن من صفات الحروف أن الياء رخوة، ومعنى رخوة أي يجري الصوت فيها. فيجي يقول لك إيه؟ إياك، هكذا يقرؤون إياك نعبد. لا لا لا، مش إياك. أنا دائما أقول إذا سمع قرع الحرف بهذه الطريقة اعلم أن القارئ يتكلف. ويحيى من حي عن، شوف أحكم الإلصاق فشبهت الإيه؟ الجيم. بينة، بينة. السخاوي قال لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان، أي المخطئين، فتصبح معدود من أصحاب الإيه؟ الخطأ. لا تشربنها الجيم، لا تشربنها الجيم إن شددتها. كيف تشربها الجيم؟ تحكم الإلصاق، وهذا خطأ. يبقى يا جماعة كما نذكر دائما في بداية المحاضرة مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. بين التشديد هذا مطلوب، لكن لا تحصر الصوت. ما تقوليش قولي إياك ويحيى من حي عن بينة. شوف حي عن بينة، بان التشديد بدون حي عن بينة. وهذا للأسف يقع فيه بعض الذين يتقنون قراءة القرآن ويظنون أن من الإتقان هذا التكلف. So the second mistake with regards to the ya is the ya mushaddada, the ya that has a shadda, so the emphasis ya. What tends to happen is people, they exaggerate when they pronounce this letter. So they stick the middle of the tongue to the roof of the mouth. They give it a full contact. And remember, the full contact is only for what letter? For the jim. So they also give it to the ya. And as a result, it doesn't allow the sound to go through the mouth. And this contradicts the attributes of the ya, because the ya, its attribute is rikhwa. So rikhwa is to allow the sound to, shall I say, pass through the mouth. But when you give it full contact, you contradict this. You don't allow this to happen. So in brackets, we can just summarize it as exaggeration when pronouncing the shadda of the ya mushaddada. So the emphasis ya. And he gave examples. So a mistake would be إياك, إياك, to withhold. But the Sheikh said this is a mistake because you give it full contact. So it should be just normal إياك, إياك. So you should allow a little bit like that, a little gap إياك, يحيى. من حي أكثر. من حي. طيب بعد ذلك ثالثا
بيانها إذا شددت. مش معنى كلامي أنني لا أبين تشديدها. ما أنا لو قلت هذا الكلام واحد هيقول لي طب أنت كده بيان المشدد. لا، أنا أبين المشدد، لكن ليس معنى بيان المشدد أنني أنطقها كالجيم. يبقى بيانها إذا شددت. شقية مش شقية. إياك نعبد، لا إياك نعبد. القيوم، السيئات، حتى لو وقفت عليها. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، بمصرخي ونحو ذلك. يبقى بيانها إذا شددت. So the third mistake is people, they neglect the shadda itself. So a ya that is mushaddada, a ya that is emphasized, they neglect this emphasis. So how to cure this mistake is to emphasize the shadda. So it gave examples. Al-qayyum, al-qayyum. People would say, without the shadda, to neglect the shadda, al-qayyum, al-qayyum. Or sayyat, sayyat, as-sayyat. Or iyaka, akthar. Iyaka. Iyaka. So you can see the ya has a shadda. So we need to emphasize on it. So someone might say, iyaka, without the shadda. But we should say it with the shadda. We should pronounce the emphasis, iyaka. Al-khata'u al-akhir. أو التنبيه الأخير، بيانها إذا تكررت. بيانها يعني توضيحها إذا تكررت. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. البغي يعظكم، اوعى تدغم. البغي يعظكم، البغي يعظكم. إن وليي الله، إن وليي الله. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالغداة والعشي يريدون وجهه. أي ياء تكرر لابد من التأني وبيان كلا اليائين. The last common mistake is when there are two ياءs together, so there's a repetition of the ياء, they tend to merge the two together. This is incorrect because we should fully pronounce each ياء. So the first one example, he says, we can just take one example. Ashiyi, ashiyi. Someone would just say ashiyi. Ashiyi yuriduna. Al-ya ma al-ya. Ashiyi yu. Ashiyi yu. Like the Sheikh mentioned. Yeah. So you pronounce both ya. So what tends to happen is they merge the two. Ashiyi yuriduna. So they make it one. But this is incorrect. We should clearly pronounce each of the ya when they are repeated. Al-baghi ya'idukum. So al-baghi, that's the first ya, ya'idukum. But we don't merge it, al-baghi ya'idukum, together. We pronounce them separately. بهذا شرحنا قول شيخنا والوسط فجيم الشين ياء. لقاؤنا القادم، أكملنا منطقة وسط اللسان. في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في حافة اللسان، وفيها مخرجان، مخرج اللام والضاد. لو هناك مجال لسؤال واحد ممكن نتلقاه في دقيقتين أو دقيقة، نسمح له. تفضل. الجيم مخرجها؟ لا، كيف تنطق؟ نعم، الجيم هذا مخرجها، سواء كانت متحركة أو مشددة أو ساكنة. لكن لا شك أن الجيم إذا تحركت فإنها لا تكون واضحة كالتي شددت. لذلك أنا دائما أستخدم الألفاظ المشددة أو الساكنة، كالحج أو يحاجوني. لكن هو النطق واحد، ويكون التصادم سريعا، يكون التصادم سريعا. تقول حاجج، الجيم الأولى، أو الرجي، جي جي، سريعا. لكن الحج ها
بيكون التصادم فيه زمن أكثر من زمن المتحرك، هذا المقصود، يعني زمن المشدد أكثر من زمن المتحرك ولكن المخرج واحد. نعم طيب خلاص إن شاء الله اتفضل. طيب آخر سؤال. الياء من المعروف أن الياء من أحرف الاستفهام. نعم. فبعض فتأتي إلى مثلا بعض القراء والتسجيلات، بعض القراء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يفخم الياء المادية هنا. ما قولك؟ قولي أنها ليست مفخمة. معظم القراء يعني إذا بتسمع تسجيلات. طيب لا، الياء المادية لا تكون مفخمة سواء كانت مادية أو كانت متحركة أو كانت مشددة أو كانت لينة. فإذا كان هناك من يفخم الياء فهذا سببه أنه ارتفع أقصى اللسان، ولا بد أقصى اللسان يكون منخفض لأن الياء مستفلة منفتحة كما سندرس في الصفات. يبقى الرحيم. نعم. بالنسبة للجيم هناك بعض القراء يقرأون بالجيم. من قرأ بالجيم، والله عفوا في دقيقتين دي مهمة جدا، الجي بتاعت الإنجليش هذه لا يقرأ بها القرآن بارك الله فيكم، أو الفرنسي كمان، ما في اللغة العربية الرجيم بتاعت الجي هذه، هذه ليست موجودة، وسببها قريب من الشين أنه أدى إلى الإيه؟ الانفراج. ج ج هذه ما في القرآن، إنما أج لازم تحكم الإلصاق. فاحذروا يا إخواننا الكرام، يا من نشأتم في هذه البلاد أن تتأثروا بلغة الأعاجم، فتنطق الجيم القرآنية كالجي في اللغة الإنجليزية. نعم، هذه التنبيه مهم، بارك الله. وسببه الانفراج. So a common mistake is some people, like the brother rightly mentioned, is that they will pronounce the jim as a shim. So j j. And this is very common in French. A little bit in English, but mostly in French. Yeah. This, the reason for this is because they don't give the full contact between the middle of the tongue and the roof of the mouth. Because remember, there's supposed to be full contact, j, but they say j. So you can hear that jim, j, j. It's very close to a sheen. So you can hear the tafashi, the spreading of the sound. There is no such thing in the Quran or in the Arabic language, but rather there is a full contact between the. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.